تنفذ جمعية الكاريتاس في الأردن العديد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى تعاونها مع المؤسسات الرسمية والخيرية بهدف دعم أبناء المجتمع المحلي وأيضاً اللاجئين والمهجرين وتأمين مصدر دخل لهم. في محافظة الكرك زار السفير الفرنسي في عمان عدداً من هذه المشاريع التي تعمل عليها الجمعية. إلى المزيد. بدعم من الحكومة الفرنسية وكجزء من أنشطتها التي تهدف إلى خدمة وتطوير المجتمع المحلي في التمكين الاقتصادي والشروع في مشاريع توليد الدخل، استقبلت جمعية الكاريتاس سفير فرنسا في الأردن السيد ديفيد بورتولوتي، الذي قام بجولة شملت موقعين لدعم الأشغال اليدوية التي تشرف عليها الجمعية في محافظة الكرك. وكان في استقبال سعادته في بلدة السماكية سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، والسيد وائل سليمان مدير الجمعية، والنائب هيثم زيادين، والأب إبراهيم نفاع، والأب أيهم زيادين، والأب بولس بقاعين، وأعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية. لابد من كلمة شكر أولاً لكاريتاس وكل الجهود اللي عم تبذلها بالمنطقة بالأردن، لا سيما في المناطق الجنوبية والشمالية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية نفذوا المشروع المزرعة بسماكية، عم يعملوا من خلاله المخللات وبدون يطوروه حتى يصير كمان يتعاطى موضوع الجبن الأجبان والألبان. وهوني بالربي كمان عندنا هالمركز اللي تم إنشاؤه من أجل مساعدة أبناء المجتمع في هالمنطقة، وخصوصا من أجل انعاش الشبيبة والمحافظة على البقاء في هذه المنطقة اللي هي منطقة أساسية بالنسبة لنا. إذن هدف كل هالمشاريع كلها سوا هي المحافظة على الوجود المسيحي، على الوجود المجتمعي داخل هذه المناطق اللي شوي شوي عم تفضى من السكان، واللي عم تحاول كاريتاس مع السفارات الأجنبية من أجل تثبيت سكانها فيها. وشملت الزيارة ورشة عمل تجهيز الأغذية في بلدة السماكية، حيث تعرف السفير على المنتجات والأشغال اليدوية التي تهدف إلى دعم المجتمع المحلي باستخدام أعلى معايير النظافة والتعبئة ووضع العلامات التجارية. اليوم نحن زورنا سمكية، زورنا مشغل إنتاجي، واليوم حلق إحنا موجودين بمنطقة الربة اللي كمان عم نشوف هنا معمل إكسسوارات ومركز خاص للشباب ومسرح وغرفة خاصة للأطفال. فهي استمرار صراحة الشراكة مع السفارة الفرنسية، وبعد الربة رح ننتقل للكرك لأن السفارة الفرنسية كمان تبرعت بمشروع جديد رح نبدأ فيه بمدينة الكرك. وشملت الجولة أيضاً زيارة مركز شباب الربة للابتكار، حيث اطلع سعادته بحضور الأب سامر مدانات على نشاطات المركز الذي يتيح المجال للشباب للتبادل الثقافي والمعرفي وتعلم الفنون والقراءة والتدريب، بالإضافة إلى دروس الدراما والموسيقى وورش الحرف اليدوية للمجوهرات والنحاس وتصميم الفضة والتعبئة والتغليف.